مساء الفل. النهارده هنتكلم عن مسلسل الطاووس او اعلان مسلسل الطاووس، هتلاقوه موجود تحت في اول كومنت، اتفرجوا عليه وقولوا رايكم ايه. والمسلسل من بطولة جمال سليمان، سميحة ايوب، سهر الصايغ، من اخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف كريم الدليل، معرفش اول مرة اسمع عنه، واشرف على الكتابة محمد ناير، وده برضو كاتب كبير. وجهة نظري، انا ما كنتش هعمل لي يعني فيديو، بس اللي انا خدت بالي منه ان هو بيناقش قضية احنا سمعنا عنها قبل كده، وهي حادثة الفيرمونت، بس بشكل غير مباشر. من الاخر كده، اللي عجبني فيه تصوير حلو، الممثلين اللي موجودين فيه تقال، الحادثة شبيهة جدا بحادثة فيرمونت، فيعني نقولها هي بس بشكل غير مباشر زي ما قلت لكم. مبسوط جدا انه بنعمل حاجة خارج الصندوق شوية، بنعمل حاجة عن قصة حقيقية، بس ما نقدرش نقول عليها قصة حقيقية طبعا، يعني ما نقدرش قانونيا، يعني ما ينفعش، فعشان خيال المؤلف يعرف يروح بقى في كل حتة زي كده. اسمه ايه بتاع عادل امام؟ عوالم خفية، قصة سعاد حسني، وش يعني الضرير يشوفها. ف وجهة نظري ان المسلسل هيبقى حلو، مش هيبقى، ممكن ما يبقاش من التوب فايف، بس والله ممكن يبقى الخامس او السادس مثلا، لان اللي انا شفته انا يعني اتفاجئت من زي ما قلت لكم، من الصورة والبرومو بتاعه والقصة، قصة جريئة يعني. يمكن بالنسبة لي ده من أجرأ المسلسلات اللي ممكن هشوفها في رمضان. حاجة يعني، احنا بنتكلم من 3 4 مسلسلات وطنية، ونسل الأغراب، ومحمد رمضان، موسى، بين السماء والأرض، حرب أهلية، يسرى، يعني قصص، لكن ده حاجة تانية. لو معمولة صح هيبقى في حتة تانية خالص، هيبقى حتة جامدة جدا. لو معمول أحمص هيبقى في حتة برضو تانية خالص. بس قولوا انت ايه رأيكم في التيشيرت، برضو لابس ابو الهول بقى والمصرية والحاجات، يعني حسوا كده يعني اسمها ايه، الوطنية وكلانة اوي، حاسس ان انا عايز اروح اشتغل في المتحف المصري. قولوا رأيكم ايه في الاعلان بشكل عام، هستنى كومنتاتكم تحت. و لو انت اول مرة تشوفني، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تكون اول واحد تشوف فيديوهاتي. تابعوني على الانستجرام اكرم ناجي عربي وانجلش، وعلى الفيسبوك نفس الكلام برضو، هتلاقوه في الديسكريبشن تحت. ال انستجرام والفيسبوك، واشوفكم على خير فيديوهات قريب. سلام.